معلقتين من الزيت النباتي، 4 صدور الدجاج مسلوقة، بدنا 2 معلب ذرة، 1 معلب كريمة الذرة، بصلة مفرومة، بدنا ثوم، وبدنا طبعا مرق دجاج اللي هو سلقناه اللي استخدمناه يعني بعد سلق الدجاج، وبدنا كوب كريمة وملح وفلفل. أما للتقديم نحتاج للصويا صوص، فلفل حار، وثوم، وبصل أخضر. عزيزتي آية، هاي الشوربة كتير بتنطلب منها، كتير 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 بتنطلب منها، وفي بس شغلتين لو منعملهم بتطلع حتى أسكى من اللي بتاكلوها بالمطاعم. أول إشي أنا هون حاطة البصلة ومدبلتها على النار، فإذا دبلنا البصلة على النار بالزيت النباتي رح نضيف لهم الثوم ورح نحط عليهم. هلأ إذا عندكم ذرة طازة كتير منيح، إذا ما عندكم تستخدموا المعلبات، تقريباً 3 لـ4 معلبات حسب كمان عدد أفراد العيلة، يعني إذا كنتوا أنتوا كتار أكيد بدكم تكتروا الكمية. هلأ المكون آية اللي شوي مختلف واللي هو بيعطي كل الطعمة اللي إحنا مندوقها برا بهاي الشوربة ومنحبها، هي كريمة الذرة. هاي بتيجي بمعلبات، أكيد شايفتيها، بتيجي بمعلبات نفس شكل المعلبات هدول، مكتوب عليها كريمة الذرة وسعرها مش مرتفع. إذا ما لقيتوها في إنه بديل إنكم تطحنوا الذرة وتحطوا لها شوية سكر على النار وشوية كريمة، بس صراحة مو نفس الطعم. يعني هي بتعطي نكهة كتير مميزة. خلينا نحط شوية ملح، حطينا الفلفل الأسود وحطينا الملح، وبعدين رح نحركهم شوي مع بعض حتى يتنكهوا، ورح نضيف عليهم مرق الدجاج اللي استعملناه. يعني احنا سلقنا الدجاج وقطعناه لمكعبات عشان نضيفه بالاخر بعد هرس الشوربة. هلا رح احط بعد ما تتقلى الذرة شوي رح نحط مرق الدجاج ونخليها تغلي عشان نقدر نهرسها. انا محضرة واحدة بهاي المرحلة اصلا. هلا بعد ما نحط المرقة رح نوصل لهون ونكمل من هاي المرحلة. خلينا هلا نشرح لكم شو عم بصير معنا. اذا انا قليت البصل والثوم والذرة وحطيت عليهم مرقة الدجاج، ومفروض أخليهم يغلوا 3 ساعة لـ نص ساعة حتى أقدر أهرسهم. هلأ كريمة الذرة بنزلها بهاي المرحلة بعد الهرس، ليه؟ لأنه هاي فيها برضو قطاع بديش إياها تنهرس تماماً. فأنا بحطها هلأ، وطبعاً إحنا ضفنا مرقة الدجاج، بس إذا نقص عليكم سوائل بتقدروا تضيفوا شوية مي، هاي مي عادية إذا بدكم ترخوها بزيادة يعني. بعدين هلا بدنا نستناها تغلي مزبوط، بعدين يا ست آية بدنا نزيد الملح والفلفل عشان هي حلوه خصوصا كريمه الذره بتاخذ ملح فبتتحمل ملح جاي يعني كميه منيحه. ورح نحط كمان فلفل اسود. آية لسه احنا ما حطينا الكريمه، بحط لهم الكريمه قبل ما نطلع الهواء. اوكي، وبدنا نحط الدجاج المسلوق. طبعا زي ما قلت لكم الدجاج اضفت له المطيبات، ما رح احطه كله لانه هي مش زاكي تكون كلها دجاج صراحه، هي بدك تستطعمي بالذرة وهالقصص. بعدين شوفوا شو لونه حلو الدجاج، ابيض. حركي لنا اياه شوي. لا قصدي انه يا الله رامي انت شو بفهمك بالطبخ، خليك بالكزبره اللي انت عايش فيها. عن جد حزيدهم شوي بتحملوا. استفزني. لا معلش حبيبتي، قصدي شوف ما احلى لونه هيك، ما تخلي حدا يستفزك. ابيض مبين انه طازه وسلقه مزبوط. شوفي هلا رح احط الكريمه. الكريمة حسب الرغبة، لأنه أصلاً كريمة الذرة فيها منيح من الكريمة. أوكي. تقريباً هيك.